مساء الخير. حلقة الثلاث البوصلة. امبارح توقفت عند نهاية القدر اللي قدرت احكيه. يعني الحقيقة لسيرة الرجل وتصحيح مفهوم عنه لمن يريد ان يصدق عن الدكتور نصر، وهو واحد من خط طويل انا شرحته على مدار الحلقات قبل الاجازة وبعد الاجازة عن عداء التنوير والاصلاح في بلادنا العربية وبالذات طبعا في مصر، وماذا خسرت مصر بذلك. احنا تأخرنا كتير جدا ان ولا التيار ده اتاخد منه حتى 5% 10% من كلامه، انت يعني ولا حاجة. وعلى ذلك بتعدي 100 سنة، زي ما انا قلت امبارح على المثل بتاع الشيخ علي عبد الرازق، وبيقر كلامه كمنهج في الأزهر نفسه اللي هاجمه ونزع عنه شهادة العالمية حين ذاك أو آن ذاك، وبيقر في الكتاب اللي قلت لكم عليه امبارح اسمه الثقافة الإسلامية على الصف الأول الثاني. فالتأخير بيخسر، التأخير بيأخر مصر، بيأخر وطن عربي، بيأخر بيضر الإسلام. ديكم شايفين اللحظة الضاغطة اللي احنا فيها، كل القتل والتدمير والنهب موجود له أصول في هذه الكتب القديمة، وده بقى موضوع هم نفسهم بقى بيقولوه. يعني في شيوخ أزارين أنا قابلتهم الأسبوع اللي فات في مكان آخر، قالوا نعم البخاري يحتاج إلى تهذيب، قالوه على الهوى. يعني نعيد قراءة المتون مرة أخرى، سيبكم من موضوع الأسانيد ده، هم يعني نعم الفقه القديم فيه ما فيه، ونعم التفسير محتاجة كل اللي اتقال، نعم إذن الحق هيقال هيقال، لكن هي الفكرة إنه تأخير 100 سنة تاني وكده، يعني هنعمل إيه. المهم المرحلة اللي احنا فيها مرحلة بقى ايه، التشويه اسهل، اسهل كتير. يعني الاستاذ الامام محمد عبده لما ادعوا عليه بهذه الصور الفاضحة وحاجات كده، كان تركيبها يعني شيء معقد جدا في بداية القرن العشرين، يعني 1900. فهو ما كان اسهل عليه، وكان بائس بيسموه ايه، يعني النتاج بتاعها بائس جدا. فما كان أسهل إنه في المحكمة يعني يثبت ويدحض هذه الشبهة عنه ويثبت زيفها. لكن دلوقتي دي مشكلة كبيرة على فكرة في مسألة السوشيال نتورك أو الشبكات الاجتماعية بالعموم. إثبات الزيف أصبح معقد جدا، معقد لأن في أشياء كتيرة جدا ممكن تتعدل حتى في الشكل. إثبات الزيف ممكن أشياء كتيرة جدا، ممكن الكلام يركب ببرامج بشكل تاني خالص. إثبات الزيف هو الالتباس، يعني يلبسون عليهم الحقائق. يعني إيه؟ إن هي تبقى حقائق ملتبسة، بمعنى إنه ممكن يكون الكلام اللي اتقال سليم ما تلعبش فيه بأي برامج، وممكن الجزء من الحلقة أو من اللقاء أو من الندوة يبقى صح، لكن يتقال بشكل في سياق مع شوية مؤثرات يطلع حاجة تانية خالص. فانت مع سرعة الانجاز، لان هو دايما مفترض انه حاجات اليوتيوب والحاجات السوشيال يعني بتبقى سريعة وموجزة وما بتطولش عشان خاطر المشتركين كلهم مش على مقدرة مالية، ليها قصة وليها طريقة وازاي تعملها تريندينج، فتحط الاسم معين وتحط اسم حتى مش موجود في الحكاية وتعمل له هاشتاج امور. التيار ده ادرى بيها بالمناسبة، يعني كلهم واحد، يعني التيار ده اللي بره اللي جوه كلهم حبايب بعض يعني خلاص. وطبعا الاعلانات المدفوعه، خلي بالكو ان ده دلوقتي بقى بيجيب فلوس، فلما تجيلك فلوس هتصرف جزء منها على اللي انت بتعمله تاني، سهله، فبقت تجاره يعني. ها طيب نسيبنا بقى من الملعب ده كله، لان احنا خلاص متفقين على اصول اللعبه ان هي كلها تزييف، تزييف وعي. في بقى زور ما يعني واضح ما بيعرفوش يكلموا يغيروه، زور لازم تقول عليه زور حتى ما فيش جزء يعرفوا يلعبوا فيه في الحقيقة. على العموم تيار التنوير، كل ده بقول ليه تيار التنوير الحالي للسنين اللي فاتت دي كلها، أساتذتنا وأصدقائنا اللي سبقونا في البدايات أو بنتعرض لحاجات بقى إيه من النوع ده بقى على مستوى عالي قوي، كلام مقطوع، كلام مبتور، كلام مش معناه ردود. بس هي الفكرة في إيه، أنا شفت نفسه، أنتوا فاكرين الأزمات القديمة كلها كانت تشويه، وانا دايما بقول للي قدامي هات اللي انت بتقول عليه. وانا هديكم النهارده مثل عملي بده، ليس لمساله شخصيه، انا بثبت اخر بقى حاجه خلاص. نصر كان في التسعينات وفرج، الالفينات هدوء وفتح الباب للسلفيين في كل
حاجه يعني، وكنا احنا بنكتب بس. ثم المرحله الصراع اللي احنا فيها دي، حكم بقى اسلاميين مش حكم اسلاميين، هي العشر سنين اللي فاتوا والبدايه العقد الجديد، العقد الجديد اللي احنا فيه 2020 كمان نفس الصراع، وازدادت فيها قوه الشبكات دي. فالزيف بقى وصل لمرحله تزكم الانوف زي ما بيقولوا يعني كده كتير. وانا مش بوريكم المثل ده عشان ارد عن نفسي، ده في 3 مليون فيديو، وبعدين هم بياكلوا على بيسموها ايه، بياكلوا عليا عيش يعني. انت لما بتحط اسمي في الفيديو حتى لو بتقول الرد على كذا كذا بيعمل لك فيوز ايه من غير فلوس بقى، انا تريندنج دوما، هم فبياكلوا عيش عليا يعني، فاهم؟ في بقى مش هوريكم، انا هوريكم مثلا واحد مش فاضي للكلام ده انا، بس اقول لكم الحقبه دي كلها تتلخص في اللي هتشوفوه. كل التيار مش اسلام، والله انا صادقا بجيبه عشان التيار كلهم بيتقول عليهم وبيكذب عليهم، والزور والباطل، وهو بحط فيديو فاللي داخلين تلات ارباع مخه مش موجود لان هو تابع لده. مع ان احنا لما نيجي بنروح ندوات انا بقول مش عايز اتباع، مش عايز تلامذه، مش عايز ناس عمياني تصدقني، عايز ناس تفكر زيي، انما الناس اللي بتقعد تحت الرجل وبتاع ده خليه لهم هم. فاللي بيدخلوا بارك الله فيك واقول الحق، ولا هو سمع الصح، ولا هو قال او شاف انا قلت ده ولا لا، هو مصدق الشيخ، الشيخ ما بيكذبش. وانا امبارح كلمتكم عن قول الزور، هنشوفه بقى النهارده عملي. بص ده مش الاسلام، ده للتيار كله في الحقبه دي، يعني ده مثل العشر سنين كلهم وكل الاسماء اللي انتوا عارفينها بيتعمل نفس الحاجه بالظبط. فيكفي للعاقل مثل واحد، في شيخ كده عندهم اسمه احمد الصاوي، خلاص فاكرين اللي قاعد يعيط لما حلا شيحه تخلت عن يعني ربطه الراس دي، خلاص عياط بقى وكده، القدس ضاعت والامه الاسلاميه انهارت، فاكرين الراجل البكاء الجميل ده. فده بقى له بتاعه، وهنا في مصر وفي مساجد مصر. طبعا انا لا الوم على السيد وزير الاوقاف، لكن انا احب اشوفهم يعني يشوف معايا اللي هنعرضه ده، وده في المساجد وكلها، انا عارف انه بيحاول مجاهدا يجدد ومسيطر وكل حاجه، لكن بتحصل، مفيش حاجه في الدنيا محكومه 100%، فهو برضو يشوف معانا يعني. فالراجل عامل خطبه، الاول هوريكم سكرين شوت بعدد الفيوز، لا عشان اقول لكم انه قال الكلام ده لواحد وثلاثة من عشرة مليون انسان، ده لو الانسان وهو بيتفرج بيتفرج لوحده اهي قدامكم. الفيديو اسمه كده، هو اسمه محمد الصاوي ده، كاتب اسلامي البحيري، مع ان المفروض اسمي بحيري محمد، يبقى اكتب بحيري بعد كده بس، المسكين وكيف سقطت الاندلس، بص الاسم وبعدين ايه، حط بقى اسلامي البحيري المسكين، فطبعا الناس هتدخل، وكويس ان الصوره ثابته. بصوا كميه الناس اللي قدامه اصلا في المسجد، دول مفيش عقلية نقدية بقى، هو سمع من الشيخ بيقول كذا على إسلام، هو قام عدو لإسلام ولغيره. أنا بتكلم على كل التيار المظلوم في الحقبة هذه اللي كل الهجوم علينا مزيف بس بدرجات عالية قوي عن الزيف بتاع القرن اللي فات كله اللي أنا شرحته. والفيديو بقى راح لكام، سيبكم الكومنتس، 1000 كومنتس مثلا و 40,000 لايك، سيبكم الكلام ده كله، 1,300,000 انسان اتقال قدامهم الكلام ده، خلاص. انا بقى عشان تعرف قد ايه معانده الزيف صعب جدا رغم ان الحق معايا او مع طيارنا، ازاي اجيب المليون دول تاني رغم ان انا بعمل في التلفزيون، لك ازاي اضمن ان المليون وثلاثه عشر دول بالذات يشوفوني انا؟ ولو عملت فيديو رد عليه طبعا ده تنازل ما اقدرش اعمله للناس دول يعني، انما ازاي اضمن ان نفس الناس اللي في المسجد دول طيب، والمليون اللي بره ولا مليون ونص، ازاي ارجع حقي؟ طبعا ده شيخ ما بيقولش قول الزور، مع ان انا هفكره دلوقتي بالايات القرانيه تاني. نسمع بقى محمد بيقول ايه عليا. يقرر كل اب وكل ولي اسره وكل مسؤول ان يكون له على الاقل ساعه واحده في اليوم ليحدث فيها ابناءه عن عظمه هذا الدين، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن عزة أبي بكر الصديق وعمر، حتى لا يأتي إسلام البحيري يقول هم رجال ونحن رجال، كانوا يفكرون ونحن نفكر، ويعترض على أبي بكر ويعترض على عمر. أما علم ذلك المسكين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إننا مأمورون أن نعض بنواجذنا على سنة الخلفاء الراشدين.
المهم يعني بعيدا عن الاندلس اللي ضاعت والغزو الكوني والاسلام اللي اتدمر والحاجات دي، وده اللي احنا قلناه على فكره في الشهرين اللي فاتوا، حكايه المؤامره الكونيه على الاسلام. فجاب اسمي على لسانه وقال كالتالي، انا مش انتوا سمعتوه، قال اسلام بحيري بيقول: ابو بكر وعمر هم رجال ونحن رجال، ويعترض على حكم، قال كده، يعترض على ابي بكر وعمر، مع ان الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أنا قلت هم رجال ونحن رجال على أبو بكر وعمر. أنا هجيب لكم الفيديو اللي أنا اتكلمت فيه الكلام ده الموسم اللي فات، بس هطلع فاصل ده عشان نروق بقى ونحكي مع اسمه إيه؟ محمد الصاوي ده، ووريكم بقى يعني إيه إن القرآن وهم شيوخ بقى بيقول له: والذين لا يشهدون الزور. وفي الآية الثانية: واجتنبوا قول الزور. هنشوف بقى الزور عملي. هطلع فاصل ده وارجع.